ومنهم من يعرف المغرب ومع ذلك كتب عليه ما كتب أو قال فيه ما قال، وما ذلك إلا لغيظ في نفوس الذين كفروا، وما ذلك إلا لحسد وحقد ضد هذا البلد الذي ولله الحمد أعطاه وسوف يبقى يعطيه الأمثلة والدروس لغيره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. واحد الجملة كيستعملوها الجزائريون في الوقت من يكون ذاك النقاش حول الصحراء الشرقية وحول الحدود والأراضي المغربية، وحينما يأتي النقاش حول مبدأ الأراضي الموروثة على الاستعمار، عفوا هو ماشي مبدأ هما اللي اخترعوه، والمبدأ هو الذي نعتمد نحن المغاربة وهو مبدأ الحدود الحقة. هذا المبدأ الذي هو مسطر في دساتير المغرب منذ 1962 مع مرور تحيد من دساتير ديال المغرب، دائما ملي كنقعد نتناقشوا معاهم تيقول لك انتوما حنا تنقول ودي ندفع بمبدأ الحقوق الحدود الحقة والأراضي اللي هي حق لنا كمغاربة، وهما يرموننا بكلمات من قبل أننا بلد توسعي، وأن هذه الأراضي اللي هما هاد جوج المليون ديال الكيلومتر المربع هي أرضهم وأننا بلد توسعي. حينما نسألهم هاد الأرض كيفاش أرضكم، تيقول لك سيدي ورثناها عن الاستعمار، وبعض المرات تيقول لك سيدي لا حنا حررناها بداكشي، داك الكلام داك ديال ديك السوفسطائية حررناها بالدماء. المهم، ولكن واحد الجملة حنا ربما كثير من المغاربة ما كيتوقفوش حداها، وربما كنبغيو نتفاداوها وما كنبغيوش نسمعوها، وهما كيبقاو ديما يذكروا لنا، وهي مسألة ديال أنكم بلد توسعي. ما عمرنا فكرنا في هذه الجملة وما عمرنا وقفنا حداها، وكاين منا الذي يستعر منها وما بغيتيش، وأنا واحد منهم، أنا مش كنبغي نسمع لهذه الكلمة. ولكن بالأمس كنت في واحد لايف وفي واحد الأخ مغربي، المهم يكون سميتو هو ديال بروفيل ديال عبدين، يكون واحد من عباد الله، وقال كلاما جميلا، والله كلاما أعجبني، وأنا دائما أحب أن أحيل الأشياء على أصحابها، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالأفكار وبالمقترحات، لأن هذه أخي بسرقة هي أن تسرق أفكار الناس. عجبتني الفكرة وشكرت الأخ ولازلت أشكره لأنه قال كلام جميل جدا، قليل فينا، لا أظن صراحة أنا أول مرة غنسمعها، ما سمعتها من شي واحد إلا من هذا الأخ هذا المغربي اللي قال كلام جميل وترافع بطريقة رائعة مسألة الحدود الحقة والحدود الموروثة على الاستعمار، وكلمة أو جملة أنتما بلد توسعي، وقال بجرأة وشجاعة احترموا عليها، وخلتني مشيت أنا نفكر ونعاود نقرأ، قال لأن فعلا نحن بلد توسعي، وهذا شيء لا يعيبنا، بالحق هذا شيء يشرفنا أن أكون بلدا توسعيا. وانت مع عمرك كنت بلد توسعي، انت جات فرنسا اللي هي بلد توسعي، وبريطانيا بلد توسعي، والدول العثمانية بلد توسعي، والمغرب بلد توسعي، البرتغال وإسبانيا، احنا بلدان توسعية وكل له مبرراته. جات الدولة الفرنسية وشراتك من عند الدولة العثمانية اللي هي توسعية، وتوسعت فرنسا وعطتك أرض اللي انت وردتيها باستعمار، في حين نحن مسلمين نقول أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، إذن انت وردت من عند الاستعمار، في حين كما قال لك الأخ مشكورا نحن بلد توسعي، فعلا نحن بلد توسعي، ويجب أن نتشرف بأننا بلد توسعي. أنا فكرت فيها الإخوان، وفكروا فيها أنتم، أن تكون توسعيا
كما تنقولوا بالفرنسيه سوني با على بورتي دو تو الموند، شيء ليس متاحا للجميع ان تكون توسعيا وان تكون عندك الشجاعه والجراه والرجوله والقوه والمبادره باش تكون توسعيا. ان تتوسع تكون عندك امبراطوريه ليس في متناول الجميع. ملي كتجي تاني نقرا ورا هذيك الست ديال 24 ساعه وهاد القصه كتدور في دماغي وما تتقاسمها معكم هاد الفكره. ملي كتسمع الفرنسيين والبريطانيين والاسبان والبرتغاليين والاتراك والصينيين واليابانيين ملي كيتحدثوا على انهم دول كانت دول استعماريه لا يخجلون من هذا التاريخ بل يدافعون عنه. عمكم سمعتوا شي بريطاني يخجل من كونه ينتمي الى امبراطوريه عفوا لم تكن تغيب عنها الشمس حكمت اقاصي الارض؟ عمكم سمعتوا شي اسباني استعر من انه كان يحكم جزءا كبيرا من القاره الامريكيه؟ عمكم سمعتوا شي تركي يستعر من انه ينتمي الى الامبراطوريه العثمانيه التي حكمت البحر المتوسط كله باستثناء المغرب؟ اذا الاخوان والاخوات فكره ان اكون توسعيا هذا شيء يشرفني ويجعلني اعتز انني كنت توسعيا في الوقت الذي كان الجيران لا يملكون مقومات ان يكونوا توسعيين. ما كانش عندك الجرأة، ما عندكش الرجال، وما عندكش مقومات ان تتوسع. إذن هذا لا يخجلنا، بالعكس يشرفنا ويجعلنا نترحم على رجالة الدولة الذين توسعوا من الأندلس إلى أدغال إفريقيا، ومن المحيط الأطلسي إلى برقة في ليبيا. وهنا أذكر المرابطين والموحدين بشكل خاص. إذن أين هو المشكل؟ أنا توسعي وأنتمي إلى دولة توسعية، ولكن هذا التوسع لا يعيبنا. علاش؟ نحن كمسلمين إذا سئلنا لماذا كنا توسعيين؟ عندنا أسبابنا ومبرراتنا التي لا نخجل منها. توسعنا أولا كمسلمين ملزمين بأن نحمل كلمة التوحيد وأن نوصلها إلى أقاصي الأرض، أو ما يسمى اصطلاحا في الفكر الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي الفتح. كنا فاتحين في أوروبا وفي إفريقيا، إذن هذا لا يعيبنا إذا توسعنا باسم الفتح وباسم إيصال كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أدغال إفريقيا. والحمد لله ملايين، إنما أقول عبر التاريخ يكون ملايين المسلمين في إفريقيا وأوروبا سببهم الفتح الإسلامي الذي قاده المغاربة أمازيغا وعربا. إذن أنا دولة توسعية إذا كان المبرر هو الفتح. ثم هناك مبرر آخر، مبرر سياسي اجتماعي، وله أيضا مرجعية إسلامية في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميلة الجاهلية. لكن حينما نتوسع، قلت أننا توسعنا في إطار الفتح الإسلامي ثم توسعنا بعد ذلك من أجل حماية دين المسلمين، دينهم وأعراضهم وأرزاقهم، كيف ذلك؟ وأننا حينما توسعنا صنعنا دولة. حينما كانت التسيب والفوضى في الجزائر أو في تونس أو في ليبيا أو في أدغال إفريقيا، كنا نحكم من أجل أن تكون هناك دولة تقرر العدل وتقرر الأمن والاستقرار. إذن عنديش مشكل أن أكون توسعيا
إذا كان هذا هو الغرض، وفعلا كان هذا هو الغرض، في الوقت الذي كان الآخرون لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم وأن لا يكونوا دولا، كان المغرب من حقه ومن واجبه كدولة مسلمة أن تحمي المسلمين وأن تتوسع، إما من أجل الفتح ونصر دين الله، أو من أجل نصر الاستقرار والأمان وحماية الطرق التجارية، حماية أرزاق الناس، وحماية قوافل التجار، ثم حماية الناس في دينهم وفي أعراضهم وفي أرزاقهم وفي حياتهم. إذن أنا بلد توسعي وهذا يشرفني، لأن هنا ملي غنبغيو نديرو المقارنة وحتى نلجم الهوكيين، تقول عني أنا توسعي وأنا أنتمي إلى المنطقة، وتقول على الأتراك العثمانيين أنهم دولة إسلامية جاءت من أجل الفتح ومن أجل حماية المسلمين. كيف تقبل من الأتراك الذين جاءوا من هناك من الأناضول من الضفة الأخرى للبحر المتوسط وفي إطار الدولة المسلمة، ولا تتهموا بالتوسع، تعتبرون أنكم كنتم جزءا من الدولة الإسلامية، وحينما يتعلق الأمر بالمغاربة تعتبرون توسعياً. توسعيين هنا حالة سكيزوفرينيا وفصام الشخصية التي يعيشه الإنسان الجزائري. إذن أيها الإخوة المغاربة والمغربيات، افتخروا أنكم توسعيون. الآن نحن حينما نطالب بأراضينا الحق لسنا توسعيين، لأن الحمد لله هناك دول في موريتانيا، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دولة في مالي، في كل دول في غرب إفريقيا، هناك دول تحفظ للناس دينهم وأرزاقهم وأعراضهم وحياتهم. إذا لا نحتاج إلى أن ننشر، لا نحتاج إلى نشر كلمة التوحيد، ولا نحتاج إلى أن نحمي الناس، لأن كلهم لهم بيعة في أعناقهم. ولكن الآن لسنا توسعين، أن نطالب بأراضينا، أن الصحراء الشرقية هي جزء من أرضنا الطبيعية. أما التوسع فيتحدث عن الجزائر وتونس وحتى ليبيا إلى أدغال إفريقيا، هذا هو التوسع. أما الآن فنحن لا نطالب إلا بأرضنا الأصلية التي هي المجرى الطبيعي. أظن أن الرسالة واضحة، باش مرة أخرى من يتكلم عن شي واحد بيقول لنا بأننا بلد توسعي، من لا نستعر من 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 الفكرة. نعم نحن بلد توسعي، الإشكال هو أنكم انتم عنكم كنتم بلد توسعي ولم تملكوا في تاريخكم، إذا كان لكم تاريخ، أنكم في حق عندكم ماضي ولكن ليس لكم تاريخ، لم تملكوا الجرأة وما عندكمش رجال اللي يمكن يكونوا توسعيين ويبنيوا إمبراطوريات. إذن الإخوان والأخوات، هذه فكرة بغيت نتقاسمها معكم، وقلت على أنني استوحيتها من كلام ديال واحد الأخ في تيك توك، وأشكره على الفكرة، أننا فعلا كباقي الدول اللي عندها تاريخ واللي كانت إمبراطوريات، ما خصناش نستعروا من تاريخنا، كوننا إمبراطورية إيه بلد توسعي، ولنا أسبابنا الدينية والسياسية التي أملت علينا في وقت من الأوقات أن نتوسع وأن نصنع تاريخا وأن نصنع إمبراطورية لازلنا نعتز بها.